معركة تحرير دمشق هي العنوان الأبرز في سير التطورات في سوريا لجهة المعارضين، والمجلس الوطني يدعو السوريين إلى دعم الجيش الحر في هذه المعركة. وبالتزامن يحاول الجيش النظامي السيطرة على ريف دمشق لتأمين محيط العاصمة، حيث تتجدد المعارك العنيفة والقصف. الله أكبر. وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش علم مساء الثلاثاء بأن مسلحي المعارضة يحضرون لهجوم في منطقة دمشق، فبادر إلى مهاجمتهم موضحا أن كل مداخل العاصمة مقفلة. وأصدر المجلس العسكري الثوري التابع للجيش الحر في دمشق بيانا طلب فيه من السكان عدم الخروج والتجول في الشوارع والأحياء إلا للأمور الضرورية، وخصوصا في المناطق التي تحصل فيها اشتباكات. وأعلن المناطق الجنوبية مناطق حرب حتى إشعار آخر. إلى ذلك استعادت القوات النظامية السيطرة على بلدة كرناس في ريف حماة وسط سوريا بعد 16 يوما من المعارك العنيفة مع مسلحي المعارضة. ونقل المرصد عن نشطاء في البلدة أن هذه القوات أحرقت بعض المنازل خلال حملة مداهمات وتفتيش قامت بها. ومن القاهرة دعت قمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة إلى حوار جاد بين المعارضة السورية وممثلي الحكومة لفتح الباب أمام عملية انتقالية تحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري. وشددت القمة على المسؤولية الأساسية للحكومة عن استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات في سوريا، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع أن العراق تحفظ كذلك على الفقرات المتعلقة بسوريا، بينما أكد لبنان أنه ينأى بنفسه عن ما ورد حول سوريا في البيان. في هذا الوقت نشر الناشطون على صفحاتهم على الإنترنت ما قالوا إنها صور لجنود من القوات النظامية السورية وهم يرقصون على أنغام إحدى أغنيات البوب الأمريكية. وفي ختام الرقصة يطلق الجنود وابلا من الرصاص ابتهاجا وأناشيد مناصرة لنظام الأسد. وهذا الفيديو صور في منطقة بصرة الحرير في درعا. Bravo!